نفكر حضراتكم برضو بالسؤال حلقة النهاردة، هل حان وقت رحيل محمد صلاح عن ليفربول أم من الأفضل استمراره أو بقائه في صفوف الريدز؟ مهم جدا نسمع رأي حضراتكم، لأنه وصل صلاح لغاية اللحظة مش واضحة. وبالمناسبة برضو أسأل كابتن أحمد حسن، رأيك إيه في قصة صلاح؟ يعني أخبار كتيرة بتقول إنه هو عنده رغبة في الرحيل، إنه مش مرتاح في ليفربول، الإدارة بتقول في وقت من الأوقات إحنا ما نستغناش عن نجم بحجم محمد صلاح، وأوقات تانية تقول إنه الأولوية في التعاقدات الجديدة أو تجديد التعاقدات لنجوم تانية في الفريق. رأيك إيه في قصة صلاح؟ بص، أنا قابلت صلاح آخر مرة من حوالي 3 سنين، كان في المقاولين، كنت أنا لسه بشتغل مدرب في المقاولين، فهو كان جاي كنا مسافرين اليونان وكده، فكان جاي يشوف الناس وكده، فأنا قلت له يا صلاح اوعى تمشي من ليفربول. قال لي ليه بتقول كده يعني؟ قلت له بص، انت وصلت لحاجة صعب حد يوصل لها، الناس هناك خلاص بتحبك، حتى لو اخفقت في مباراة اخفقت في بطولة، انت عملت رصيد في المكان، وليفربول مش فريق صغير، فريق كبير. فانا انا عن نفسي انا بشجع برشلونة، واتمنى يروح برشلونة، لان في كلام ان هو ممكن ينتقل لبرشلونة، لكن انا من رأيي ما يمشيش. ليفربول هو بيعاني دلوقتي لان عنده مشاكل في خط الدفاع بسبب غيابات، لكن ليفربول يعتبر من افضل فرق العالم حاليا. صحيح، مخاطره كمان ممكن تبقى مش محسوبه، مخاطره، انك تبتدي مشوار يعني مهما مع كامل الاحترام هو 28 سنه هيكون اسم نادي كبير. يعني بالتاكيد صلاح النهارده لو قرر يعني ينهي مشواره مع ليفربول، النادي اللي هيروح له هيبقى اسم لا يقل عن ليفربول. بنتكلم على اسماء زي الريال، بنتكلم على اسماء زي برشلونه، بنتكلم على اسماء لازم يكون من العيار الثقيل. محمد صلاح دلوقتي اسطوره من اساطير ليفربول، حقيقي ما ينفعش يمشي. صحيح. انا من رايي ما يتركش فرق. بالظبط.